ولكن هل حقاً لا تعرفون من أكون؟ آه يا للهول، لقد تأخرت كثيراً. حسناً، باختصار، تنتمون جميعكم إلى منظمة سرية مؤلفة من أولاد متمرسين تهدف إلى حماية العالم من شر الراشدين. تعرفون بأسماء سرية، رقم 2، رقم 3، رقم 4 ورقم 5. أنا قائدكم رقم 1. تساعدونني في معارك ضد الذين يكرهون الأولاد بواسطة تكنولوجيا 4×2 الرائعة. نحن الآن في القاعدة القمرية التابعة لمجموعتنا. فقد أصدر أمر مغلوط بتجريدنا من عملنا، فشلت في إنقاذكم في الوقت المناسب، لذا تم محو ذاكرتكم. والآن مهمتنا هي الدفاع عن شرفنا وحياتنا، وأيضا اكتشاف المخطط لهذه المؤامرة التي تحاك ضدنا. حسناً، إذن متى يأتي الأطباء لأخذك إلى مستشفى المجانين؟ ها؟ أنا جاد فيما أقول. إن أردتم البقاء على قيد الحياة فعليكم جميعاً مساعدتي في الحال. وأنا؟ هاي، ما الذي يفعله أخي الصغير هنا؟ أنا الرقم التاء. لكن التاء ليس رقماً. أعرف أعرف، إنها قصة طويلة. يا لفريقك الرائع يا رقم غبي. اسمعوا، الوقت يداهمنا الآن. أخطوا عليهم، أديروا سلاحكم صوبهم. ماذا يحصل للجميع هنا؟ هاي، ما الذي تفعله؟ لما تطلق النار على الأرض؟ دمري هذا الممر رقم 5. أنت متأكد من أنك القائد؟ فعل ما أمرتك به. كما تقول أيها المجنون، هذا أفضل من التعاطي مع هذه الكسولة. احترسوا. هذا مروع. اعتقدت أن الأرقام من 1 إلى 5 واردان أيضاً على اللائحة، ولكن هناك كاف وفاء واردة أيضاً. علي أن أفعل شيئاً قبل فوات الأوان. رقم 1، كم أنا سعيد برؤيتك. لا تتحركوا. ارفعوا أيديكم. أنتم لا تستطيعون خداعي. لم تتبعوا قواعد اللعبة. ارفعوا أيديكم قبل أن أبعث بكم إلى الفضاء. حسنا، رفعنا أيدينا. ماذا بعد؟ آسف حقا رقم 1، لقد حاولت ولكننا لم ننجح. أوه، هذا أمر مؤسف تشاد، فسوف أغيب عن حفلتك. أنا، ولكن أنا لا أفهم ماذا تقصد. حقاً، كنت أتساءل لما قد يقوم شخص بتجريد كافة أولاد الجيران من عملهم. كان هذا تحدياً بالنسبة إلي، إلى حين قرأت بريدي الخاص هذا. ما هذا الشيء؟ هذا ليس لي. أعطني إياه. دعوة إلى عيد ميلادي رقم 274. إنه عيده 13. قلت لأهلي أنني لم أريد إقامة حفلة سخيفة. طبعاً فعلت هذا. علم 274 أنه سيتم إيقافه عن العمل إن اكتشف الجميع أنه سيبلغ 13. فدخل الكمبيوتر وزور عمره الحقيقي قبل أشهر، لكنه نسي أن والديه نظم له حفلة وأرسل الدعوات عبر البريد. فكانت الوسيلة الوحيدة لكي لا يكتشف أحد الحقيقة محو ذاكرة جميع من أرسلت لهم الدعوات، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إيقافهم عن العمل. ولكن ما الذي يقوله؟ يصبح الأمر مثيراً. لقد استخدم الكمبيوتر بكل بساطة لكي يزيد أعمارنا، وجعل فرقة 86 تقوم بعمله القذر. أنتم لا تفهمون، إن منظمة بهذا الحجم لا يمكن أن تعمل بمفردها. بدأت هذا العمل منذ 5 سنوات، منذ 5 سنوات. لا يمكنني ترك ما حققته الآن يذهب سوداً بسبب هؤلاء الأولاد السخفاء. اسمعوا كلامه هذا، أنت تتكلم الآن كالمراهقين. رقم 274 سوف تجرد من عملك على الفور وحالاً. أخبرني إذن، ما رأيك بذلك أيها المراهق؟ كم أحب الحصول على رهينة. لن يقوم أي منكم بفتح سري. عملية الانفصال عن القاعدة انطلقت. تمت العملية. آمل أيها الأغبياء أنكم تملكون مرهم حماية من الشمس. اسمعوني جيداً، فقد صوبت هذه القاعدة مباشرة نحو الشمس، وسوف أشاهدكم عبر المكوك المغلف الوحيد. اعتبروها هدية إضافية بمناسبة عيد ميلادي أنا. تمالكي نفسك.
لك، ولكن هل يعقل ألا يكون لديك خطة مضادة؟ أوه طبعا بلى. أيها الفريق نفذ الخطة رقم 111. حاضر سيدتي. هيا أيها الفريق فلننتقل إلى حجرة للمراقبة. ولم علينا ذلك؟ لأن الشمس حارقة ولا أظن أنكم تريدون الارتطام بها. اقتنعت بذلك. حسناً هذا لا يهم، هيا بنا. إذن ما هي الخطة الآن يا رقم سخافة؟ لا أعلم. كم كنت سعيداً هذا الصباح وأنا أصطاد السمكة مع والدي في البحيرة. ليتنا نستطيع صيد القمر الآن. أحسنت يا رقم، ما كان اسمك؟ أعتقد أنني رقم 4. أنا هو الرقم 4، أليس كذلك؟ إذن من أنا؟ هل سكتتما وسمحتما لرقم 5 بالمتابعة؟ ها؟ تعنيني أنا صحيح؟ حسناً، ما رأيكم لو حصلنا على قصبة صيد كبيرة قد تساعدنا على سحب القمر؟ بإمكانك صنع قصبة صيد بواسطة المهملات الموجودة هنا. هذا هو الفريق الذي عهدته دائماً. يا رقم 1، هل أنت متأكد من أنني قادر على القيام بهكذا أمور؟ نعم طبعاً، لكن الحبل لا يكفيني لبلوغ القمر. القمر ليس هدفك يا رقم 4، هذا هدفك. هل أنت مجنون؟ كيف ستقوم بضربه؟ أعتقد أنه يجب علينا التصويب جيداً. رقم 2، أريد منك أن تحسب كم تبلغ مسافتنا وقوتنا الدافعة ومتى ننطلق. أيمكنني القيام بذلك؟ طبعاً، فأنت ذكي، لذا لست من تم إرساله إلى الخارج. هاي، وماذا تعني بذلك؟ يهو، رقم 4، حظاً سعيداً. حسناً، سوف أقوم بمهمتي. أطلقيه الآن. هاي، أنا أطير في الفضاء. هذا رائع، أنا أطير في الفضاء. ولكن ما هذا؟ مرحباً أيها المراهق الأبله المزعج، الأفضل لك أن تستسلم، وإلا سوف أقوم بشيء ما. بشيء ما؟ لا أعتقد ذلك. مستحيل أن أدع صبياً مثلك يفسد مخططاتي. لا تتحرك أيها الوقح. لا تنادني بالوقح مجدداً. مهمات أولاد الجيران. يا للهول، أنا لا أتقن قيادة هذه المركبة. أجيد افتعال الاصطدامات. لكن شكراً. وفيما يخص هذا المراهق الغبي فليتم إرساله إلى غرفة التشريد عن العمل، سأهتم بأمره بعد لحظات. اسمعوني، لا يحق لي القيام بالتالي، ولكن لنبقي هذا الأمر سراً يمكنني إعادتكم إلى أعمالكم. فكروا في الأمر. ما هو قراركم إذن يا رفاق؟ قد أود استعادة فريقي مجدداً. حسناً، أنت فعلاً مجنون، وهذه المنظمة كلها جنونية، ولكن لا يهم، فليس لدي عمل أفضل. أنا موافق أيضاً. وأنا أيضاً. وأنا كذلك. وماذا عني أنا؟ حسناً رقمتا، الآن أظن أنك تستحق الانضمام إلى المنظمة. أجل، كم هذا رائع، أنا أنتمي إلى منظمة أولاد الجيران. سأتسكع كل النهار في المنزل فوق الشجرة كما أريد الحصول على غرفة الخاصة. مهلا رقمتا، عليك دخول الأكاديمية أولا قبل أن يتم قبولك. حسنا، وأين تقع؟ في المنطقة الأكثر برودة من القطب الجنوبي. ماذا؟ أه؟
وأخيراً وصلت إلى القاعدة القمرية الخاصة بأولاد الجيران، والآن يمكنني تفكيكها عن القمر وإرسالها نهائياً نحو الشمس. سبق أن حاولت القيام بذلك ولكن من دون جدوى. إذن حان وقت الخطة البديلة. أتودين أن أساعدك؟ طبعاً يا ولد، هيا بنا. أنا لست ولداً، بل أنا مراهق.